السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ نحمد لك الله كل ونشكره. عام وانت بخير. وانت طيب. الله يخليك. معلش يا شيخ، عندي سؤال. هو يعني اختي كانت ناوية انها تصالحني قبل ما يعني قبل يعني قبل ما تموت. 3 ايام قبل ما تخرج، يعني كانت عندها خروجة فان داي وكده يعني. ايوه. فانا نويت اسبق واصالحها لما عرفت نيتها علشان رمضان، كويس، شيء طيب، تمام؟ ماشي. فهل انا كده يعني نيتي في الصلح او اجري في الصلح بينتقص؟ لا، انت حريص، حرصت على الخير ايضا، الحمد لله. وهي لها اجرها برضو. ولا اجرها انت، الحمد لله انك عرفت ان الله كريم.